وعنبداو يعني هذه الحصيله مع الضيف ديالنا السي سعيد الصديقي. يعني كيف ما قلنا بالنسبه للعديد من المتتبعين يعني فريق يوسفيه برشيد وهو يعني ظاهره هذا الشطر الاول من البطوله، 7 انتصارات تعادل 6 هزائم للرتبه الرابعه مع لقاء مؤجل. واش كنت انت كتوقع هذا الاداء وهذا المردود وهاد يعني الطريقه اللي لعب بها الفريق ديالك في هذا الشطر الاول من البطوله؟ للامانه سي جلال والله العظيم للامانه لقيت باش دارت البرمجه ودارت التيراج كنظن انا والحاج بويدي. نعم رئيس فريق. انا والحاج بويدي رئيس الفريق كنا متفائلين واحد التفاؤل مزيان. اولا تقول لي السبب شنو هو؟ رغم العطاله الكبيره اللي يعني لقيتها منذ الدوره الاولى يعني ما لعبتوش مباريات في الاول هذاك، ولكن الحمد لله كان مع العلاقات كنلقاو مقابلات. نعم. سواء مع فرق ديال الهوات ولا فرق ديال الدوزيام ديفيزيون ولا الفرق اللي كتكون عندها مثلا مقابلات ديال تلعب مع الفرق اللي مؤهله. نعم. كاس افريقيا. كنظن بان للامانه قلت لك بان احنا كنا متفائلين اولا اون غاردي ديك لوساتور ديال ليكيب اللي طلعت من الدوزيام ديفيزيون، وهي مسألة يعني قليلة قليلة بزاف. كاع الفرق اللي داروا لوسانسور بدلوا راه واحد لقيت الراجا جاب 18 لاعب رماط، ولكن الفرق اللي جابوا حتى فريق اتحاد طنجة جبت الراجا حيت الفريق الأم ديالي ما حتى واحد ما يعيب عليا. نعم. عرف لي بأن كنقول أنا كلير وزيو. خلينا لوساتور ديال ليكيب، جبنا 5 جوار ديمبيلي يوسف شينا لا ديمبيلي استعمالي اوسي ديمبيلي كان في سلق شينا يوسف القروني علي لا اوسان غاردين بيو ديال الجيش وديال الكاك لوتخ وكيلي وزدنا عززنا بفقيه. نعم. في الميركاتو ايفرنا درنا الفقيه عاود جبنا عاتق شهاب وجبنا امين الصبار سكيفي انسجم مفاصل. نعم. ماشي مثلا كما قال بويدي في الحوار الاخر اللي دار في بعض الاذاعات قال بان هذاك لو ميريت ديال هذوك اللعابه اللي ضحاوا مع بويدي واحد 5 سنين و4 سنين عطاهم هذيك الفرصه باش هذاك. نعم. قال لهم الكره عندكم مكافاه. صحيح مكافاه وحقيقه هذا سيرار باش ان بريزون يديرها يلا يديرها بويدي اللي يقدر. نعم. يديرها صراحه شابو ليه. ولكن دائما باتفاق انا وياه وستاف التكنيك اللي حقيقة كنشكرهم بزاف لسي عمر لسي عزيز لسي مولين لسي الصغير لستاف ميديكال للمكتب المسير كلهم كانوا في المستوى ديال الحدث. كنا كنوحدوا الكلمة في برمجة ما. نعم سعيد يعني اليوم لا بي سي فيان مونجون واش كنشوفوا يعني صبورة الترتيب يعني الفريق ديالك اليوم يمكن له اليوم بعد يعني مي باركور يكون عنده طموح اكبر، واش شنو هو السقف الطموحات ديالكم؟ واش طامعين لما لا انتوما ديروا البطوله ولا لا؟ انا في الكاريير ديالي كلاعب انا. انا جيت من القسم الوطني الثالث. ما تقوليش اليوم لا انا جاي من القسم الثاني ما باغيش نطيح. انا جيت من القسم الوطني الثالث. وعلاش ما تجي من القسم الثالث ودير البطوله؟ انا ديالي انا بروفيل ديالي انا جيت من القسم الوطني الثالث وقال فؤاد والدراري كيعرفوا. نعم. جيت من القسم ترينيت الخميس والجمعه لعبت 6 مع الرجاء لحد في الليل عيطوا ليكيب ناسيونال. نعم. كيفي دابا انا قال لهم بسم الله الله يرحمه وزير الشباب قال لهم هذا ترينا يومين ولعب ماتش ديك الساعه ليبوك كان رجا كاك سي كلاسيكو ديال صح رجا كاك يا مد الغالمي الله يرحمه يا مد دومو الله يرحمه كاين دومو هنا حاجه وكاين معاش الله يرحمهم كلهم جميعا. كنتي نهار 3 سنين في ريال مدريد. لا هذيك راني راه قال لهم تاع بلاصتات هذيك راه تاع بلاصتات. هاد 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 اللعابه اللي كاينين دابا اللي راه نورمالمون دابا بلي ماتش اللي راتينا راه لا نقولهم لك لا نحسبهم لك اللي بغى يتقلق يتقلق اللي بغى يتقلق مع الرجاء ومع الوداد ومع طنجي ومع حسيمه. نعم 12 بوان لا كاع نكون متواضع نقول لك ناخذوا 6 بوان من 12 ناخذوا 6 بوان سكيفي نكون متواضع ونعطي لراسي 6 نقاط هي 29 سكيفي دوزيام 1 بوان الى انا نكون مثلا ماشي نطمع
حيت الكره كتقول لابيتي جاو مونجور، راه لاعب عندنا فريق دابا ملي كندخلوا كنلعبوا فرق، راه دابا ولاو الفراقي راه ماشي غير فيزيوناج، راه كيحافظوا الفيزيوناج، راه كيحافظوا لي زاكسيون ديالنا، ولاو كيبقاو مقابلين لي زاكسيون. ولكن كيفاش الميساج ديالك انت مثلا غير مع الفيستير مثلا بديتي الجوله الاولى ربما غتكون هضره، راه حنا عاد نبداو، راه حنا عاد ودابا راه حنا ضربنا نص الطريق. والله العظيم جلال، والله العظيم بالله الا انا كنت متفائل قلت لكم بمعية الحاج بويدي كنا متفائلين. ما تنقولش بان احنا انا مدرب كبير، لا ولكن انا جو سي كلام سي سعيد، لان ربما انك تايق في الفريق اكزاكتومون. لا لان ربما لما فريق يجي من القسم الوطني الثاني اول موسم ليه في قسم كبير، ربما ماشي نقولوا فريق اللي لعب في الدرجه الاولى وراجع وجا تلعب مع الوداد مع الرجاء مع الفتح. ملي كتخلي 75% من لوساتيو ديال العام اللي فات، واش حنا نبقى نعاود الهضره ديال جونفي ديال 2017 نعاودها في 2018 ونعاودها في 2019، راه دوزنا راه صافي راه وليتي عرفني اش باغي ندير انا وانت عرفت. ولكن ماشي اي فريق كيحافظ على النواه ديالو كينجح، لان كاين فراقين اللي حافظوا على النواه وفشلوا ونزلوا بسرعه. الاكثريه هشام، الاكثريه فبعد اللي كيطلعوا من القسم الثاني الاول الاكثريه كيبدلوا الجلد ديال الفريق مينيموم كتحيدوا على 50%. نقطة أخرى بغيت نشوف معك يعني ونهنئك بعدا على المسيرة الجد موفقة ديال الفريق. فضل الله سبحانه وتعالى. على قولة الله. فضل الله سبحانه وتعالى. فضل الله سبحانه وتعالى.